ولكون الإدارة يمكن طبعا أن تقصر في مسألة ما، يمكن أن تكون عملية استشرافها، عملية تخطيطها، يمكن أن ينتابها القصور، وطبعا هذه مسألة واردة وما نخافوش منها يعني، وطالما عشناها في أن الإدارة، إدارة القطاع، يمكنها أن تقصر في جانب من الجوانب، يمكن أن تقصر في توفير الظروف المناسبة لأداء الأساتذة نتاعنا لوظائفهم بطريقة يمكن أن تكون أفضل، يمكن أن يسجل تقصير في ولاية من الولايات، يمكن أن يسجل تقصير في جهة من الجهات، يمكن. ونظرا لوجود طبعا هذا الاحتمال، هذا ما يجعل وجود جهة أخرى تتابع وطبعا تراقب وتساير يعني برامج تنفيذ استراتيجية القطاع، يجعلها ضرورة ويعطيها أهميتها الكبرى في وجود، في ضرورة وجود طبعا شريك اجتماعي، وإحنا نستمد قناعتنا من هذه المسألة. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.